بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة اليوم المحاضرة الثانية اللي هي الميديكال ايميجينج مودوليتيز اللي هي أنماط وطرق التصوير الطبي. في المحاضرات الماضية أخذنا مقدمة عامة عن التصوير الطبي وبدأنا بشرح أحد هذه الأنماط وأهمها وهو اللي هي الميديكال ايميجينج باي اكس راي اللي هو الأشعات اللي هي التصوير الطبي عن طريق أشعة اكس والذي يستخدم في العديد من الأجهزة منها الكونفنشنال اكس راي اللي هو الأشعات اكس التقليدية العادية وكذلك الفلوروسكوبي والسي ار والدي ار والماموغرافي والفلوروسكوبي. لذلك هنا في هذا السلايد توضيح لطرق التصوير الطبي اللي هي الميديكال ايميجينج مودوليتيز في معنى اولا راديوغرافي اللي هي الطرق اللي تستخدم الاشاعات مثل الاشعات اكس والاجهزه او الطرق التي تستخدم اشعات اكس في التصوير. معنا جهاز الفلوروسكوبي وهو عباره عن جهاز, هذا الجهاز يقوم بتصوير دايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم من خلال ماذا؟ احنا قلنا من خلال اللي حقن المريض او ادخال ماده عاليه التباين الى المريض, ومن ثم هذه الماده تعمل على امتصاص اشعات اكس. كذلك الماموغرافي والذي يقوم بعمليه دياجنوستيك للكانسر بريست او البريست كانسر, وكذلك معنا اللي هو الكمبيوتر التوموغرافي اللي هو الاشعه المقطعيه الكمبيوتريه اللي يستخدم اشعات اكس في التصوير للحصول على صور ثلاثيه الابعاد. الطرق التصويرية المستخدمة في المجال الطبي النيكولار ميديسين ايميجينج اللي هو التصوير الطبي النووي, وكذلك سينجل فوتون ايميشن كمبيوتر توموغرافي اختصارا SCBCT والبوزيترون ايميشن توموغرافي BAT وكذلك الماجنتيك ريزونانس ايميجينج MRI وكذلك الالترا ساوند ودوبلر الالترا ساوند ايميجينج. اذا كل هذه الطرق تسمى اللي هي الميديكال ايميجينج مودوليتيز, تستخدم في تصوير الأعضاء الداخلية المختلفة في جسم الإنسان ومن خلالها يتم الحصول على البيانات والمعلومات المهمة للتشخيص. الميديكال ايميجينج فروم فيسيولوجي تو انفورميشن, معنا هنا اللي هي جنرال كونسيدريشن اوف اول ايميجينج مودوليتيز اللي هي عباره عن ماذا؟ عباره عن اعتبارات عامه لكل الطرق التصويريه. نمبر 1 اندرستاندينج ايميج ميديا, من الاعتبارات المهمه او من الاعتبارات التي يجب او تؤخذ بعين الاعتبار. اول شيء اولا understanding image medium اللي هو عمليه فهم لهذا الوسط الذي سيتم تصويره, يعني كيف يتم عمليه الفهم لهذا الوسط الذي سيتم تصويره. معنى tissue density مثلا اللي هي عباره عن اللي هي كثافه النسيج. طيب كثافه النسيج تعتبر static property, عباره عن ماذا؟ عباره عن خاصيه, هذه الخاصيه تسمى خاصيه استاتيكيه او خاصيه ثابته. هذه الخاصيه تسبب ذات causes attenuation, تسبب اللي هو عمليه توهين لهذه الاشاره او توهين لهذه الطاقه المستخدمه في عمليه التصوير الطبي. مثلا توهين بالنسبه للتيشو دنسيتي بالنسبه لاشعات اكس ممكن ان تؤدي الى attenuation للان external radiation beam من اكس راي imaging modulating. إذا أيضا من ضمن الخصائص معنا البلود فلو والبرفيوشن وكذلك كاردياك موشن, هذه الثلاث الخصائص أيضا عبارة عن أمثلة لديناميك فيسيولوجيكال بروبرتيز, لخصائص فيسيولوجية. هذه الخصائص الفيسيولوجية ديناميك وليس ستاتيك, بمعنى هذه الخصائص تتغير, هذه الخصائص أيضا يحصل هذه الخصائص متحركة. ذات ميك ألتر, هذه الخصائص الفيسيولوجية الديناميكية ممكن أن تؤدي إلى ماذا؟ إلى تغير في صورة هذا الكائن البيولوجي. مثلا بالنسبة للبلود فلو اللي هي زيادة تدفق البلود فلو أو نقصانه, هذا يؤثر على ماذا؟ على الصورة الناتجة لتصوير هذا الشريان أو تصوير هذا الوريد وغيره. إذا من الاعتبارات الهامة في عملية التصوير الطبي اللي هي physics of imaging اللي هي عملية المبادئ الفيزيائية لهذه التقنية التصويرية. Next important consideration معنى اللي هو الاعتبار الهام
هو عبارة عن ماذا؟ principle of imaging to be used for obtaining the data، اللي هو المبدأ التصويري المستخدم للحصول على هذه البيانات. مثال لذلك بالنسبة لأشعة إكس، الإكس راي imaging، التصوير، تقنية التصوير بأشعة إكس. هذه التقنية ماذا تستخدم؟ أي مبادئ فيزيائية تستخدم؟ تستخدم اللي هو transmission of an X-ray، اللي هي عملية انتقال ونفاذية هذه ليش اللي هذه أشعة إكس من خلال الجسم كمبدأ أساسي لهذا ليش لهذا التصوير. إذا بالنسبة لأشعة إكس اللي عملية نفاذية وانتقال أشعة إكس هي المبدأ الأساسي الذي يستخدم لهذا التصوير. بمعنى هنا اللي الأشعة تطلق من جهاز أشعة إكس، تذهب إلى الجسم ومن ثم تنفذ أو تنتقل من الجسم وتذهب إلى ماذا؟ إلى الكاسيت أو الفيلم أو غيره، وهناك نحصل على ماذا؟ على الصورة التي تحتوي على جميع البيانات التشخيصية. كذلك on the other hand، من ناحية أخرى بالنسبة للنيكولير ميديسين مودوليتي اللي هو عملية أو نمط التصوير بالطب النووي، معنى اللي هو single photon emission computed tomography اللي هو عبارة عن معنى اللي هو فوتون واحد ينبعث من وين، أو يسمى اللي هو الفوتون مفرد ينبعث عبر تقنية الكمبيوتر تموغرافي. هنا ماذا نسأل؟ هذا النوع اللي هو SBACT اللي يسمى single photon emission computed tomography. هنا أي مبدأ فيزيائي يستخدم في عملية في العملية التصويرية يستخدم emission of gamma rays اللي هي عملية انبعاث لأشعة جاما. من أين تنبعث أشعة جاما؟ من الجسم، من جسم المريض أثناء أو بعد حقن هذا الجسم بمادة مشعة. هذه المادة المشعة تتفاعل داخليا مع الإلكترونات الموجودة في داخل العضو الذي تم حقنه، ومن ثم ينتج عن هذا التفاعل اللي أشعة إكس اللي أشعة جاما، وأشعة جاما تنبعث من هذا المريض وتذهب إلى عين وتذهب إلى كاميرا جاما. لذلك هنا بالنسبة للسينجل فوتون إيميشن كمبيوتر توموغرافي هنا ما يعني يستخدم أي مبدأ فيزيائي، مبدأ انبعاث emission of gamma rays resulting from the interaction of radio pharmaceutical substance with the target tissue اللي هي عملية يستخدم انبعاث أشعة جاما الناتجة من تفاعل هذه المادة المشعة مع النسيج الذي تم استهدافه بهذه المادة المشعة. الاعتبار او من الاعتبارات الهامه في عمليه التصوير الطبي اللي هو الايميجنج انسترومنتيشن، الجهاز اللي هي نوعيه هذا الجهاز المستخدم في التصوير. ذا انسترومنتيشن يوز ان كولكتنج ذا داتا از وان اوف ذا موست امبورتنت فاكتورز ديفاينينج ذا ايميج كواليتي ان تيرمز اوف signal to ratio resolution and ability to show diagnostic information. بمعنى اللي الأجهزة المستخدمة في عملية جمع البيانات تعتبر من أهم العوامل المهمة التي تحدد جودة هذه الصورة فيما يتعلق ب signal to ratio وكذلك resolution وكذلك قدرة على ماذا؟ على إظهار هذه المعلومات التشخيصية. النقطة الثانية اللي هي source specifications of the instrumentation directly affect imaging capabilities اللي هي عملية اللي هي توصيف للمصدر، مصدر هذه ليش اللي هي المصدر الطاقة المستخدمة في هذا ليش الجهاز الطبي أو الجهاز التصويري الطبي، أيضا تؤثر بشكل مباشر على ماذا؟ على القدرات التصويرية، بالإضافة إلى ماذا؟ إلى الديتكتور الكاشف. وكلنا نعرف أن الكاشف هو الذي يستقبل الطاقة ويحولها من شكل إلى آخر. بالنسبة لنا للسيدي سكان الكواشف هناك تقوم باستقبال أشعة إكس وتحولها إلى ضوء، ومن ثم تحولها إلى إشارة كهربائية عبر الفوتو ملتبلايرز. هذه الإشارة الكهربائية بعد ذلك تمر بمراحل اللي هي التكبير وكذلك مرحلة الفلترة وغيره. لذلك الديتكتور ريسبونس استجابة هذه الكواشف مثل اللي هي نون لينيرتي اللي هي عدم الخطية، وكذلك اللو إفيشنسي اللي هي قلة أو نقص الكفاءة، وكذلك لونج ديكاي تايم اللي هو زمن التضاءل الطويل. هذه الأشياء أيضا تؤثر سلبيا، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها تسبب تشوهات في هذه الإيش في هذه الصورة الناتجة. لذلك يجب أن تكون هنا الكواشف ذات كفاءة عالية حتى لا تظهر الارتيفاكتس in the image.
رقم 4 أيضا من الاعتبارات المهمة في عملية التصوير الطبي، أو من الاعتبارات المهمة في أنماط أو التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في عملية التصوير الطبي، هو Data Acquisition Methods for Imaging Formation، اللي هي طرق الاكتساب أو طرق الحصول على البيانات لتشكيل وتكوين هذه الصورة. The Data Acquisition Methods used in Imaging طبعا تلعب play an important role، تلعب دورا مهما جدا في عملية تشكيل هذه الصورة أو تشكيل الصورة. Optimized with the imaging instrumentation, the data collection methods become a decisive factor in determining the best temporal and spatial resolution. هنا بمعنى أن اللي هو مع تحسين أجهزة التصوير أو مع التحسن ومع التطور الهائل في أجهزة التصوير الطبية، أصبحت طرق جمع البيانات عاملا حاسما في تحديد أفضل دقة زمنية ومكانية. بالنسبة للاعتبار الخامس من الاعتبارات المهمة التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في الميديكال إيميجينج مودوليتيس، سمى الإيميج بروسيسينج أند أناليزيس. الإيميج بروسيسينج أند أناليزيس ميثودز اللي هو طرق التحليل وطرق معالجة وتحليل الصور الطبية أرايمد إلى ماذا تهدف؟ تهدف إلى the enhancement of diagnostic information، تهدف إلى تعزيز هذه المعلومات التشخيصية. من أجل ماذا؟ من أجل أن نصل إلى مرحلة الانتربريتيشن، تفسير هذه الصور الطبية، والتي يمكن أن تتم من خلال اللي هي المانيوال، من خلال الطبيب بشكل مباشر أثناء رؤيته لهذه الصورة، أو من خلال الكمبيوتر أسيستيد انتربريتيشن، أو من خلال اللي هو التفسير بمساعدة الكمبيوتر. طبعا بالنسبة للإيمج بروسيسنج أند أنلايزيس نستخدم اللي هي طرق وخوارزميات ضخمة وهائلة جدا، تستخدم طبعا غالبا تكون رياضية وكمبيوترية. الآن نأتي إلى الإيميجينج سيستم اللي هو النظام التصويري. ما هو النظام التصويري؟ النظام التصويري هو عبارة عن system that sends some sort of energy to the object of interest and then receives the energy reflected or transmitted from the object to film sensitive to this type of energy. معنى هنا النظام التصوير هو عبارة عن نظام الذي يقوم بإرسال ماذا؟ نوع من أنواع أو بعض اللي هي بعض الطاقة إلى هذا الجسم الذي نهتم فيه، أو هذا الجسم المراد فحصه والمراد عملية تصويره، ومن ثم تتم عملية استقبال هذه الطاقة من هذا الجسم. هذه الطاقة التي تم استقبالها أو هذه الطاقة التي هذه الطاقة المستقبلة تكون بهيئة ماذا؟ تكون بهيئة إما reflected بمعنى طاقة منعكسة كما هو الحال في الأمواج الفوق صوتية، أو هذه الطاقة تكون transmitted طاقة نافذة كما هو الحال بأشعاعات إكس. إذن هذه الطاقة from the object المنعكسة أو الطاقة اللي هي النافذة من خلال الجسم، بعد ذلك تذهب إلى فيلم حساس. هذا الفيلم الحساس يكون بمعنى حساس لهذا النوع من أنواع من أنواع الطاقة. بالنسبة لأشعات إكس يجب اختيار الفيلم بحيث يكون حساس لماذا؟ لهذه الأشعة أو لهذا النوع من أشعات إكس. بعد ذلك the received energy، هذه الطاقة التي تم استلامها سواء كانت reflected or transmitted energy، هذه الطاقة تحمل الكثير من المعلومات التشخيصية حول هذا الجسم الذي تم تصويره على شكل ماذا؟ as difference in intensities، على شكل اختلافات في الشدة، اختلافات في الأشياء في الشدة. ونلاحظ بصور أشعة إكس أو بصور اللي هي الألتراساوند هناك اللي تظهر على هذه الصورة الناتجة difference in intensities، اختلافات في الشدة، معنى difference in color and luminance، اختلافات في الألوان وكذلك luminance اللي هو السطوع. وهذه الاختلافات تعطينا أو من خلالها نحصل على المعلومات المهمة التشخيصية.
إذن هذه العملية قد تكون بهذه السهولة أو بهذه البساطة كما هو الحال في أجهزة أشعة إكس التقليدية. من أجهزة أشعة إكس التقليدية، الأشعة النافذة من المريض تذهب إلى الفيلم أو إلى الكاسيت، وداخل الكاسيت يوجد الفيلم، الفيلم يقوم باستقبال هذه الأشعة وتحول إلى اختلافات الشدة بشكل مباشر وبشكل بسيط. لكن في الأنواع الأخرى أو الأنواع أيضا الأخرى من التصوير، سواء أشعة إكس أو غيرها، بالنسبة لأشعة إكس معنا اللي هي السيتي سكان وغيره، هنا الأمر يتطلب إلى بعض الآليات للتحويل، اللي هي الأشعة إكس تحول إلى ضوء، ومن ثم تحول إلى إشارة كهربائية. أيضا الإشارة الكهربائية يتم اللي هي عملية تكبيرها وعملية فلترتها وإرسالها إلى الكمبيوتر، هناك يتم عملية اللي الحصول على الصورة النهائية والتي تحتوي على اختلافات في الشدة، وهي عبارة عن difference in luminance in color and luminance. هنا معنا في هذا الشكل اللي هو شكل هذه الايميجنج سيستم للنظام التصوير، لاحظوا معنا هنا الاوبجكت اللي هو الجسم الذي تم تصويره، هنا الطاقة اي نوع من انواع الطاقة سواء الترا ساوند او سواء اكس راي مثلا ذهبت إلى أو تم تسليطها على المريض، هذه الطاقة سواء انعكست أو سواء هذه الطاقة نفذت تذهب بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الفيلم، إلى سينسيتيف فيلم، إلى فيلم حساس. في هذا الفيلم الحساس أو من خلال هذا الفيلم الحساس تعرض هذه الصورة على شكل ماذا؟ ديفيرنس انتنسيتيز، اللي هي عبارة عن اللي اختلافات في ماذا؟ في الشدة. according to the type of energy the type of film will be. إذن من خلال هذه الطاقة التي تم استخدامها في عملية التصوير، يجب كذلك أن يكون الفيلم ملائم لهذا النوع من أنواع الطاقة. إذن في nowadays يعني حاليا أو في هذه الأيام معانا هناك العديد من الأجهزة التصويرية اللي الحديثة والتي تستخدم تكنولوجيا معقدة، وهذه من أجل ماذا؟ من أجل اللي هي عملية حمل للميزات الداخلية والخارجية. أيضا هنا تعريف للميديكال إيميجينج، تعريف آخر في المحاضرة الماضية احنا أخذنا تعريف، هو عبارة عن process of taking an image for interior parts of the body without surgery. إذن التصوير الطبي هنا بمعنى ماذا؟ عملية أخذ اللي هي الصور للأجزاء الداخلية لجسم الإنسان بدون عملية العيش السيرجري، بدون اللي هي العمليات الجراحية، بدون العمليات العيش الجراحية. نحن قلنا نعرف اللي هي قبل وجود الميديكال إيميجينج مودوليتيس كانت تتم اللي هي أو تتم عملية التشخيص لهذه الأعضاء الداخلية عبر ماذا؟ عبر الجراحة. لكن من بعد اكتشاف واختراع أشعة إكس والألترا ساوند والمغناطيسي والنيكولر ميديسين أصبح باستطاعتنا اللي هي تصوير الأعضاء الداخلية بدون لجوء إلى ماذا؟ إلى الجراحة. This image، هذه الصورة التي نتجت تحمل ماذا؟ أو تزودنا provide information، تزودنا على المعلومات حول ماذا؟ حول the different properties of the origins، معلومات كثيرة ومهمة ومختلفة حول هذه المعلومات حول الخصائص المختلفة لهذا العضو الذي تم تصويره، سواء خصائص تشريحية أو خصائص فيسيولوجية وغيرها. وبالتالي هنا الفيزيشن الطبيب يقوم ويستخدم هذه المعلومات من أجل عمل اللي هو التشخيص المناسب، وكذلك الدخول في مرحلة العلاج المناسب، سواء العلاج العادي أو العلاج بواسطة ماذا؟ بواسطة الجراحة. بالنسبة للميديكال إيميجينج مودوليتيس، هناك العديد من هذه الأنماط والطرق التصويرية التي متوفرة حاليا من أجل الحصول على الصورة والحصول كذلك على ماذا؟ على valuable information، على معلومات مهمة ومعلومات قيمة لمغلب أو تقريبا لكل أعضاء الجسم الداخلية. ومن هذه المودوليتيس اللي هي الإكس راي إيميجينج شرحناها في المحاضرة الماضية، وكذلك بما فيها السي دي سكان والماموغرافي وغيره والسي ار والدي ار، ايضا الالترا ساوند والايميجينج والام ار اي، والتي سيتم شرحها في هذه المحاضرة طبعا بشكل مختصر. هنا معنا الماين ميثود اوف اوبتينينج ميديكال ايميج، اللي هي الطرق الرئيسية للحصول على الصور الطبية.
إذا ما هي الطرق اللي المستخدمة في ماذا؟ في الحصول على الصور العيش الطبية ماين ميثود اوف اوبتينينج ميديكال ايمجينج. الطريقة الأولى اللي هي عملية قياس ميجرينج ذا ريفليكتد راديشنز، اللي هي عملية قياس لهذه الإشعاعات المنعكسة، مثل ماذا هنا؟ اللي مثل اوبتيكال وكذلك الالترا ساوند ايمجينج هنا أو في هذا النوع. هنا يتم قياس ماذا؟ يتم قياس اللي هي الأشعة المنعكسة في الألتراساوند. يتم اللي أول شيء إرسال هذه الأشعة إلى العضو المراد تصويره، ومن ثم نحصل على المعلومات أو نحصل على الصورة من خلال ماذا؟ الأشعة التي تنعكس من هذا العيش، من هذا العضو. بالنسبة أو الطريقة الأخرى أيضا measuring the transmitted radiations اللي هي عملية ماذا؟ قياس الأشعة المنتقلة والأشعة النافذة من خلال ايش؟ من خلال الجسم العضو الذي تم تصويره، كما هو الحال في اشعات ماذا؟ في اشعات اكس. اشعه اكس تنطلق الى العضو المراد تصويره او الجسم المراد تصويره، ومن ثم تنفذ. واذا نحن نحصل على المعلومات من خلال هذه الاشعه النافذه. ايضا معنا الطريقه الثالثه والتي تستخدم في الطب النووي، وهي عمليه ميجرنج ذا ايميتد راديشن، عمليه قياس هذه الاشعه المنبعثه، قياس هذه الاشعه المنبعثه مثل ماذا؟ مثل اللي هي ماجنتيك ريزونانس ايميجينج، مثل اللي هي الرنين المغناطيسي، وكذلك اللي هو النيكولار ايش؟ النيكولار ميديسين، اشعه تنبعث من داخل ايش؟ الجسم، وتذهب الى الجهاز، ويقوم الجهاز بعمليه لاستقبالها وتحويلها الى اشاره كهربائيه. ذا ايمج مودوليتي is chosen according to the organ and properties to be investigated. هذا النمط التصويري أو هذه الطريقة التصويرية يتم اختيارها ليس اعتباطيا، ولكن حسب ماذا؟ حسب هذا العضو الذي ايش؟ حسب هذا العضو وكذلك الخصائص التي سيتم ماذا؟ التي سيتم الكشف عنها أو سيتم ملاحظتها والتحقق منها. مثلا بالنسبة للايفر اللي هو ايش؟ الكبد. هنا يفضل له استخدام ماذا؟ لو يفضل استخدام اشعات اكس، عفوا، يفضل استخدام الالترا ساوند في تصوير الكبد، لانها تعتبر الالترا ساوند مناسب جدا لتصوير الكبد. الكبد عبارة عن كتلة مصمتة، هذه الكتلة بسهولة تنعكس اشعة اللي هو الالترا ساوند من الكبد، وبالتالي يمكن الحصول على معلومات ايش؟ معلومات مختلفة حول ايش؟ حول الكبد. وهكذا the degree of hazard اللي هي عملية degree of hazard، درجة الخطر، is also an important factor when choosing certain imaging modulating. أيضا درجة الخطر تعتبر ماذا؟ تمثل عاملا مهما جدا في ماذا؟ في اختيار هذا النمط ليش؟ النمط التصويري. مثلا بالنسبة لي اللي أي عضو من أعضاء جسم الإنسان إذا عند اختيار اللي هو التصوير لهذا العضو، يفضل أولا ماذا؟ اختيار اللي هي السيف إيميجينج سيستم، اللي هي الأنظمة التصويرية الآمنة، مثل ماذا؟ مثل الألترا ساوند أو الام آر آي. لكن أحيانا نضطر إلى استخدام اللي هو أشعات إكس، والتي تعتبر أو جاما، والتي تعتبر أينيزينج راديشن، في معنى اللي هي أنماط التصويرية تستخدم أينيزينج راديشن، وفي معنى اللي هو نون أينيزينج راديشن. يفضل الاستخدام اللي هي نون أينيزينج راديشن، لأن هنا الديجري أوف هازارد يعتبر إيش؟ يعتبر فيري لو. من الطرق التصويرية أو الميديكال إيميجينج مودوليتيز، في الأسبوع أو في المحاضرة الماضية شرحنا اللي هي نبذة عن أشعة إكس وأجهزة أشعة إكس. اليوم معنا سنكمل هذه المودوليتيز اللي هي الألترا ساوند والإم آر أي، وكذلك اللي هي الجاما كاميرا والبوزيترون إيميشن توموغرافي. بالنسبة للألترا سونوغرافي، ألترا ساوند، الألترا ساوند معروف أنه يستخدم ماذا؟ اللي هي معنا البروبز، اللي هي هذه المجسات أوتيلايز، تستخدم الأكوستيك إنرجي، تستخدم اللي هذه الطاقة الصوتية أو الطاقة أو الأمواج الميكانيكية الصوتية، والتي تردد لها ترددات أكثر من كم؟ من 20,000 هرتز. هذه الترددات تكون
أعلى من الترددات الإيش اللي هي النورمال رينج والتي يمكن للأذن أن تقوم بسماعها. وغالبا في الطب تستخدم الترددات، نستخدم في عملية تصوير ترددات من كم إلى غالبا أكثر من 1 ميجا هرتز إلى 10 ميجا هرتز وإيش وأكثر وأكثر. إذن هنا instead of using X-ray أو بدلا من استخدام أشعة X في الألترا، هنا نستخدم ماذا؟ نستخدم الألترا ساوند، لأنه يعتبر ماذا؟ يعتبر أشعة غير مؤينة، لكن أشعة X تعتبر أشعة مؤينة وتستخدم في الكونفنشنال راديوغرافي في الأشعة اللي هي أشعة X التقليدية، وكذلك في السيتي سكان والماموغرافي وغيره. الألتراساوند بروب، يسمى البروب أو الترانسدوسر، يقوم بماذا؟ بعملية إنتاج ومن ثم إرسال للألتراسونيك سيجنال وإلى العضو المراد تصويره، ومن ثم تنعكس، وعند الانعكاس يقوم بعملية إيش ريكورد، تسجيل هذه الإشارات أو هذه الموجات المنعكسة. إذن هذه الإشارة التي تم استلامها بعد ذلك تتم معالجتها إلى for its characteristics، إلى خصائصها بواسطة ماذا أو على متن أو من خلال الكمبيوتر. هذه بعد ذلك الصور يتم إظهارها على وين؟ على الشاشة، على شكل static image، على شكل صور ثابتة، أو على شكل موفي، على شكل صور سينمائية عبارة عن 4D imaging، صور ثلاثية رباعية الأبعاد. إذن هذه التقنية التصويرية اللي هو ليش الألتراساوند. الألتراساوند يعتبر أن effective and safe investigative tool، يعتبر أداة تشخيصية مهمة فعالة وكذلك إيش آمنة في نفس الوقت. ونحن شرحنا لماذا إيش يعتبر الألتراساوند يعتبر أشعة آمنة، لأنه لماذا؟ لأن الألتراساوند هو عبارة عن ميكانيكال ويفز، بمعنى أنه نون أينيزيك راديشن، عبارة عن اللي موجات غير مؤينة أو إشعاعات غير مؤينة. It offers اللي تقنية تصوير بالألتراساوند تعطينا ماذا؟ Only limited spatial resolution. Resolution العامل مهم أو خاصية resolution، كما تتذكرون قلنا خصائص الإيميجينج الميديكال إيميجينج بروبرتيز في معنى اللي هي خاصيتين، الخاصية الأولى اللي هي الكونتراست، والخاصية الثانية الريزوليشن اللي هي دقة إظهار التفاصيل الصغيرة والدقيقة جدا في هذا العضو الذي تم تصويره. لذلك هنا بالنسبة للألتراساوند أوفرز يعطينا ويمنحنا ويقدم لنا ماذا أو يوفر لنا فقط limited spatial resolution، بمعنى اللي هي دقة مكانية لكنها إيش محدودة، but can answer، لكن هذه التقنية أو هذا النوع التصويري يمكن أن يعطينا إجابات حول العديد من الحالات الطبية بدون استخدام أي أيونات ماذا أي إشعاعات مؤينة. unlike MRI كذلك، على خلاف بما أن معنا اللي هو الألتراساوند والMRI يعتبر ماذا؟ يعتبر ionizing non ionizing radiation، يعتبر عن اللي هو إيش إشعاعات غير مؤينة آمنة. لكن هنا بماذا يتميز الألتراساوند؟ بأنه الرخيص الثمن، هذا الجهاز يعتبر رخيص الثمن مقارنة بالMRI، يعتبر الشيء الثاني بورتبل متنقل ومحمول، وكذلك كومباكت مريح وريليتيفلي inexpensive، وكذلك يعتبر ماذا اللي هو رخيص الثمن إيش نسبيا. It has found الألتراساوند أخذ مكانة خاصة في عملية تصوير المرأة الحاملة والجنين في رحم الأم، وكذلك يستخدم في تصوير الليفر الكبد والسبلين اللي الطحال والكيدنيس والبنكرياس والثيريد وكذلك البروستات جلاند، يقوم بتصوير هذه الأعضاء اللي مثل الكبد والطحال والكليتين والبنكرياس واللي هي الغدة الدرقية وكذلك البروستات غدة البروستات. ويستخدم أيضا في الألتراساوند يستخدم كسكرينينج تول، كأداة الكشف في الانترفينشنال راديولوجي في الأشعات الداخلية. طبعا الأشعات الداخلية هي علم قائم على ماذا؟ على إجراء التدخلات الجراحية بأنواعها المختلفة عن طريق رؤية الأجسام بواسطة تقنيات الأشعة المختلفة. النقطة الأخيرة، الألتراساوند play an important role، الألتراساوند يلعب دورا مهما جدا في الانفستيجيشن، في التحقق من ماذا؟ من القلب وكذلك الأوعية الدموية. طبعا عبر ماذا؟ احنا قلنا اللي هي عبر
عبر الالترا ساوند وكذلك عبر الايش دوبلر الترا ساوند. However, there are number of specific clinical situation in which ultrasound cannot be used. إذن على الرغم من أن العديد من الحالات الطبية لا يمكن إيش لا يمكن من خلالها ماذا العديد من الحالات الطبية لا يمكن من خلالها اللي هي العديد من الحالات الطبية لا يمكن أن تستخدم أو نستخدم تقنية الألتراساوند في تصويرها طبعا مثل ماذا مثل structure surrounded by bone مثل الأعضاء المحاطة بالإيش بالعظام مثل هذه مثل البراين وكذلك سبينال كورد المخ والحبل الشوكي محاط بالعظام لذلك التصوير المخ أو الحبل الشوكي بتقنية الألتراساوند لن تعطينا أي معلومات بسبب أن العظام لا يمتص هذه الأشياء يمتص الموجات الفوق صوتية ولا تنعكس ونحن قلنا عامل مهم جدا في تقنية تصوير الألتراساوند اللي هي عملية الريفليكشن يجب أن تنعكس هذه الأمواج من أجل أن نحصل على معلومات فبالتالي هنا في حالتين لا يمكن استخدام الألتراساوند الحالة الأولى اللي هي الأعضاء التي تحط بالعظام مثل ماذا مثل براين والسبينال كورد وكذلك الأعضاء التي يوجد فيها ماذا يوجد فيها الإير اللي هو الهواء مثل الرئتين وكذلك المعدة والإيش والأمعاء لأن الهواء أيضا يقوم بامتصاص أشعة إكس ولا تنعكس ومن ثم تظهر الصورة السوداء بدون إيش دون أي بدون الحصول على أي بيانات أو أي معلومات حول هذا العضو الذي ماذا الذي تم تصويره بالنسبة لـ MRI اللي هو جهاز التقنية التصوير بالرنين المغناطيسي تقنية مهمة جدا وتقنية تعتبر ذات جودة عالية جدا وهذه التقنية تستخدم نون أينينزينج ريديشن هذه التقنية لها مكانة خاصة في مجال التصوير اللي هو الدماغ والحبل الشوكي وكذلك السوفت تيشو بسبب قدرته الهائلة على اكتشاف التغيرات الطفيفة التي صعب الكشف عنها بواسطة ماذا جهاز السيتي سكان جهاز السيتي سكان لا يمكن من خلال جهاز السيتي سكان لا يمكن الكشف عن أعضاء مثلا مثل ماذا مثل ديسك منزلق على عصب إحدى الفقرات هنا في من خلال جهاز السيتي سكان لا يمكننا اكتشاف هذه الحالة لكن بواسطة جهاز الرنين المغناطيسي يمكننا اللي هي عملية اكتشاف اللي هي ديسك منزلق على عصب أحدى الفقرات أو ورم دماغي صغير وغيره من الأمثلة الكثيرة التي يتميز الجهاز الرنين المغناطيسي بالكشف عنها يتميز عن إيش عن غيره من التقنيات مثل السيتي سكان والطب النووي وإيش وغيره النقطة الثانية أو this advantage اللي هي التصوير بالرنين المغناطيسي this advantage of MRI over CT is due to in part to the superior spatial resolution of the technique and in part to the fact that MRI image are insensitive to bone in CT the proximity of bony vertebrae in the spinal cord make this region difficult to measure as a result of partial volume effects هذا الشيء معنى أن التصوير بالرنين المغناطيسي يتميز عن التصوير بجهاز CT scan في اللي هي spatial resolution اللي هي الدقة المكانية الفائقة جدا وكذلك قلنا أن الصور الرنين المغناطيسي تعتبر غير حساسة بالنسبة لإيش للعظم النقطة الثانية في هذا السلايد أن التصوير أو مرة أخرى قلنا التصوير بالسيدي سكان قرب الفقرات العظمية من الحبل الشوكي لا يعطيني أي معلومات أو يجعل من الصعب تصوير هذه ليش هذا المكان أو هذه ليش المنطقة بعكس الجهاز الرنين المغناطيسي الفقرة الثانية في هذا السلايد اللي furthermore patient with pacemakers artificial joints or surgical clips cannot be scanned and there are technical problems in scanning unconscious patients that require monitoring or artificial ventilation هنا بمعنى أن أتليه بالإضافة إلى ذلك هنا لا يمكن فحص المريض بالنسبة يوجد لدينا هنا الكثير من الموانع التي يمنع استخدام التي يمنع أو يمنع على المريض أو لتعرضه لجهاز الرنين المغناطيسي أو تصويره بجهاز الرنين المغناطيسي من هذه الأشياء لا يمكن قلنا فحص المريض بجهاز الرنين المغناطيسي لمريض هذا المريض يوجد فيه أو تم زراعة الجهاز البيسمي كجهاز منظم ضربات القلب في
وكذلك اللي هي المفاصل الاصطناعية، مفصل الركبة، مفصل الهبة، شوية من المفاصل، لأنه معنا شنو مغناطيس قوي جدا، وكذا يمنع على الأشخاص لديهم كليبز إيش جراحي. كذلك يوجد مشاكل تقنية في عملية التصوير، تقنية فنية في تقنية في عملية التصوير، تصوير مرضى بجهاز الرين المغناطيسي، المرضى الذين يعانون من ماذا؟ من فقدان الوعي، وكذلك الذين يحتاجون إلى مراقبة مستمرة، أو محتاجون إلى اللي هو الارتفيشال فنتيليشن، إلى تنفس اصطناعي. إذا هذه الحالات التي يمنع استخدام جهاز الرنين المغناطيسي رغم كفاءته العالية، إيش العالية جدا، إلا أن إيش بسبب المغناطيس القوي جدا، وبسبب هذه الأجهزة التي تم زراعتها والتي تحتوي على ماذا هنا قلنا، اللي تحتوي على يمكن المغناطيس أن يؤثر على إيش على المريض بشكل إيش بشكل سلبي جدا. هنا نأتي إلى الجاما إيميجينج اللي هو التصوير بأشعة جاما، ويسمى SBECT، يسمى سينجل فوتون إيميشن توموغرافي، التصوير بأشعة جاما. وكلنا نعرف كما هو بأشعة جاما اللي كيف يتم هذا النوع التصوير، قلنا يتم اللي عبر حقن المريض أو الحقن المريض بمادة مشعة، بمادة إيش مشعة، مثل تكنيتيوم 99M أو مادة أيودين 131 وغيرها المواد المستخدمة. إذا كنا قلنا كما هو الحال في التصوير بأشعة، فإن التصوير بأشعة جاما له قيود، التصوير بأشعة إكس له قيود، أيضا التصوير بأشعة جاما أيضا له إيش له قيود بسبب التأثيرات، لأن معنا أشعة إكس وأشعة جاما كلا هاتين الأشعتين تعتبر ماذا؟ ionizing radiation، أشعة مؤينة، وكما هو معروف أن الأشعة المؤينة أشعة ضارة يمكن أن تؤدي إلى عملية DNA damage اللي هو تلف لحمض DNA، ومن ثم هذا الشيء يسبب ماذا؟ يسبب الكانسر. لذلك قلنا كما هو الحال في التصوير بأشعة X، فإن التصوير بأشعة جاما له أيضا قيود بسبب التأثير الضارة لهذه الجرعة الإشعاعية المستخدمة في هذا النوع من التصوير. هذه التقنية التصويرية لها مكانة مهمة جدا في عملية تصوير الإيش الفانكشن، أكثر منه في عملية تصوير الإيش استراكشر. إذن هنا من خلال هذه التقنية يمكننا اللي هي تصوير الفانكشن استراكشر، لكن يعطينا اللي هي معلومات مهمة بالنسبة أو أكثر تفصيلا بالنسبة للإيش للفانكشن أكثر منه للإيش للاستراكشر. إن براكتس عمليا اللي هي أشعة جاما بواسطة مادة مشعة يتم إدخالها إلى الجسم، هذه المادة المشعة لذلك تعمل كماذا؟ كتراسل، يسمى إيش مرشد أو مستكشف، تراسل معنى مرشد أو إيش أو مستكشف. إذا هذه المادة بالتالي يتم استقبال هذه الأشعة، إذا عندما يتم حقن أو يتم اللي هي حقن المريض بهذه المادة المشعة، بهذه المادة إيش المشعة، هذه المادة المشعة قلنا ماذا تفعل؟ تتفاعل مع النسيج الذي تم إيش حقنه، وخاصة الإلكترونات، ومن ثم تنتج أشعة جاما. أشعة جاما يتم استقبالها بواسطة كاميرا جاما، وتحول إلى ضوء عبر الفوتومولتوبلاز، وتحول إلى إشارة كهربائية. هذه الإشارة الكهربائية يتم معالجتها وتحليلها لتوضيح كيفية أداء هذا العضو أو أداء وظيفة هذا العضو في منطقة معينة، أو كذلك إيش يمكن من خلاله تشخيص اللي هو الكانسر الورم. إذا الميديكال إيميجينج بالنسبة الميديكال الأول الجاما إيميجينج اللي هو التصوير بأشعة جاما، مثلا بالنسبة لي لمسح الكليتين، هنا ماذا هنا هنا يتم اللي هو حقن المريض، يسمى الانترافينيوس إنجكشن بمادة، هذه المادة اللي يسمى تكنيتيوم 99M DTBA. طبعا DTBA هي عملية هي اختصار أو تسمى بينتيتك أسايد. إذا هذه المادة تحقن إلى وين؟ إلى المريض، ومن ثم تساعد على ماذا؟ هذه المادة تساعد في تحديد قدرة كل كلية على استخراج وفرز هذا الإيش المستكشف، وبالتالي نحصل على صورة واضحة للكليتين تبين لنا أو تعطينا معلومات هامة جدا وتفصيلية عن اللي هي الكلية، سواء الفانكشن أند إيش أند ستراكشرز.
هنا لاحظ في هذا السلايد هنا معانا اللي هي عبارة عن common radionuclide investigation. لاحظ هنا معانا اللي هو في هذا التيبل في هذا الجدول ثلاثة أعمدة. العمود الأول هو يعني العضو الذي العضو المستهدف العضو المستهدف في عملية ليش التصوير أو في عملية الحقن بالراديو نوكلايد اللي هي النويدة ليش المشعة. هنا لاحظ بالعمود الثاني العديد أو مختلف النويدات ليش المشعة حسب ماذا حسب العضو الذي استهدافه وسيتم تصويره. وفي العمود الثالث اللي هي عملية إنديكيشن اللي هي عملية الإنديكيشن هذا مالي الهيرت بالنسبة لي القلب. هنا تستخدم مادة اللي هي ثاليوم 201 هذه اللي هي عبارة عن نويدة مشعة. إذا عندما يتم حقن هذه المادة في الجسم المريض هنا قلنا الانديكيشن diagnosis of coronary artery disease and assessment of heart function بمعنى عند حقن المريض بهذه النويدة المشعة اللي هي مادة ثاليوم 201 نحصل على تشخيص لأمراض القلب التاجية وكذلك لوظيفة وظيفة القلب وهكذا بالنسبة لانج والبون والكدني والجات والثيريد والبراين والإنفكشن. تستخدم اللي هذه الأنواع من النويدات وتعطينا اللي معلومات حول وظائف هذه الأعضاء وكذلك الستركشرز لهذه الأعضاء. هنا ننتقل إلى التقنية الأخيرة في الميديكال إيميجينج مودوليتيس وهو البوزيترين أو البوزيترون إيميشن تاموغرافي اختصارا البي اي تي. طبعا هذه التقنية هي تقنية تصوير طبية تعطينا صور ثلاثية الأبعاد لبعض أعضاء الجسم وما قد يكون فيها من أورام سرطانية. كما يمكن من خلال هذه التقنية التحقق من مختلف العمليات الوظيفية في جسم الإنسان. لإجراء التصوير لإجراء هذا النوع من أنواع التصوير يتم حقن المريض بنظير مشع وهذا النظير المشع يتم تحضيره بواسطة جهاز يسمى السيكلوترون. لذلك هذه التقنية التصويرية تعتبر مكلفة للغاية ولا توجد مكلفة إيش للغاية بسبب ماذا بسبب اللي هي تحضير هذا النظير المشع بواسطة الجهاز السيكلوترون. أيضا هذه التقنية لا توجد لها مكانة محددة في الفحص السريري. وبالرغم من أن اللي هي البوزيترون إيميشن تاموغرافي لديه العديد من المزايا والخصائص مثل اللي هي السباتشيال ريزوليوشن وكذلك استخدامه للعديد من الراديو نوكلايدز إلا أنه في الواقع العملي يظل فقط أداة بحث موجودة في عدد قليل من المراكز الوطنية للأورام السرطانية. هنا معنا بروبلمز عبارة عن ثلاثة أسئلة يجب حلها. السؤال الأول What are general considerations of all imaging modalities؟ السؤال الثاني What are main methods of obtaining medical image؟ والسؤال الثالث What are differences between BAT positron emission tomography وكذلك اللي هو SPACT imaging؟ يعني يجب الإجابة على هذه الأسئلة وإرسالها خلال هذا الأسبوع ونجل أن ننتقل إلى المحاضرة التالية.